هنتكلم النهاردة بقى عن ايه؟ عن فوائد الاحتكاك. ايه موضوع فوائد الاحتكاك ده؟ بقول اول حاجة ان الاحتكاك ده عبارة عن قوة بتعوق حركة الجسم. صفحة 24 عندك اهي. صفحة 24. الاحتكاك هو عبارة عن ايه؟ قوة بتعوق حركة الايه؟ حركة الاجسام. ولكن هذه القوة لها فوائد. لها ايه؟ لها فوائد. يا ترى ايه بقى الفوائد بتاع الاحتكاك ديت؟ اول حاجة انتظام حركة السيارة او الدراجة على الطريق. الدراجة تبقى منتظمة في الحركة بتاعتها على الطريق وثابتة. ده يعتبر فايدة من فوائد الايه؟ الاحتكاك. ليه؟ لان الاطارات او الكاوتش بتاع السيارة بيحتك بالطريق بنسبة معينة، فتلاقي الطيار السيارة بتبقى ثابتة. عكس لو الكاوتش ده هو ناعم او لما بيبوظ ويزحلق خالص يبقى مزفلط على الاخر. الكاوتش ده لما يبقى متزفلط على الاخر تيجي انت تمشي بالعربيه او بتاع، وده بيبان في ايام المطر، تلاقي العربيه عماله ايه تروح شمال ويمين. يقول لك العربيه ايه ما يعرفش يتحكم فيها خالص، نتيجه ان مفيش احتكاك ما بين الاطارات وما بين الطريق، ما بين الاطارات والايه والطريق. يبقى اول حاجه انتظام حركه السياره على الطريق. تاني حاجه التحكم في سرعه السياره او الدراجه او ايقاف. يعني لما نيجي عايزين نقف بنبدا ندوس ايه؟ ندوس فرام او استخدام الفرامل. والفرامل دي اصلا بتعتمد على الاحتكاك. زي ما تشوف كده الدراجة بيبقى فيه لقم كاوتش كده. لقم الكاوتش ديت لما انت بتمسك فرامل هي بتلمس مع الطارة بتاع الايه؟ مع الطارة بتاع العجلة، يوم يحصل ايه؟ تقوم زي ما يكون بتمسكها كده بتحتك بيها تقوم توقفها في النهاية. نمر التلاتة الحماية من التزحلق على الارض. زي بالظبط اللي فوق دي انتظام حركة السيارة على الطريق. اه بقول لك فالاحتكاك ما بين الحذاء والطريق يمنعك من التزحلق على الارض، وبرضه بيمنع السيارة من التزحلق على الايه؟ على الارض. عشان كده لما بتشوف اللعيبه بيلبسوا كوتشيات ساعه اللعب في المباريات وكده، او انت بتبقى لابس كوتش لما تيجي تلعب عشان خاطر وانت بتجري وانت بتتحرك وتلف شمال ويمين يبقى في احتكاك جامد ما بين النعل بتاع الكوتش، لانه بيبقى مخرفش من تحت جامد، وما بين الطريق تقوم انت تبقى ثابت وما ايه؟ ما تتزحلقش. كمان بيقول لك هو الامساك بالاشياء، او يحتاج الاحتكاك الى ايه؟ الاحتكاك ما بينك وما بين ايدك وما بين الكوبايه، ما يخليش الزحلق من ايدك. زي ما قلت لك قبل كده ان بيبقى في ايه؟ ايدين الواحد بيبقى فيها ايه؟ فيها حاجات زي ايه؟ زي خطوط كده اللي بنسميها البصمات. والبصمات ديت بت ايه؟ البصمات ديت هي من ربنا مش عاملها عشان تبقى بصمه، لا ده عامل حتت خشنه كده في ايدينا عشان لما نيجي نمسك اي حاجه تقوم الحاجه دي ما تزحلقش ايه من ايدينا، تقع نعرف نمسك. يبقى في احتكاك ما بيننا وما بين الحاجه دي، والاحتكاك ده بيقل خالص ويروح لو مثلا دهنت ايدك بزيت او بشحم وجيت تمسك اي حاجه تانية ناعمه زي ازازه او حاجه تقيله، هتلاقي راح من الزفلطه وقع من ايه؟ من ايدك. الزفلطه بالبلدي ديت معناها ان ما فيش احتكاك، الاحتكاك قلف عشان كده الحاجه ايه؟ وقعت من ايه؟ من ايدك، صح؟ طيب اشعال عود الثقاب او عود الكبريت. انت ما بتيجي تولع عود كبريت بتعمل ايه؟ بنقوم حاكين عود الكبريت بالايه؟ بالجنب بتاع بيسموها الشطاطه ديت، اللي هي الحته اللي لونها بني ديت. فالاحتكاك ده هو بيؤدي الى ايه؟ الى حدوث حراره يقوم يولع الايه؟ يولع عود الكبريت. بدونه مش هتقدر تولع عود الايه؟ الكبريت. ولو انتوا شفتوا زمان في بعض الافلام الاجنبي بتلاقيهم لو جايبين فيلم بدائي شويه الانسان بدائي اما بيجي يولع ممكن هو بالطوب يخبط الزلط في بعضه كده يعمل شرار، وده يعتبر نوع برضه من الاحتكاك. او ممكن بيجيب حته خشبه ويحطها في قلب حته خشبه تانية بريها زي القلم كده ويحطها في قلب حته خشبه تانية ويبدا يتن عمال يلف في الايه؟ عمال يلف في الخشبه ديت بايديه الاثنين ماسكهم كده اهو كده اهو، وعمال ايه؟ لففها بايديه الاثنين كده اهو جامد، وحاططها في قلب خشبه ثانيه، حاططها في قلب خشبه ثانيه كده وعمال يلففها بايديه جامد، يوم يحصل احتكاك ما بين الايه؟ ما بين السن بتاع الخشبه وما بين الخشبه اللي هي محطوطه في الارض، ويبقى حاطط جنبها بقى بعض الايه؟ بعض القش البسيط الناعم قوي الناشف، عشان مجرد ما يحصل سخونه يبدا القش ده يسخن وايه؟ ويبدا يدخن ويولع. فطبعا برضو ده ايه؟ من فوائد الايه؟ الاحتكاك. يبقى الحياه ممكن تبقى الحياه مستحيله فعلا بدون قوه الايه؟ الاحتكاك. يعني ما اقدرش نعيش من غير احتكاك. للاحتكاك فوائد ايه؟ مهم. واحد يقول لي بقى الاحتكاك بقى هروح في الحيطه كده واقعد احك ظهري مثلا ولا حاجه،
قولي ده الاحتكاك، ادي فايدة من فوائد الاحتكاك برضه، لما تحب تهرش هتحك كده حك ظهرك في الحيط. طيب بيقول بعد كده اضرار الاحتكاك، ايه هي اضرار الاحتكاك؟ اسمع ايه هي اضرار، زي ما له فوائد له اضرار. اول حاجة بيقول اهو، تلف الاجزاء الداخلية للالات الميكانيكية، اي مكنة، اي مكنة مية، اي موتوسيكل، اي عربية، اي حاجة عبارة عن آلة بتدور، حتى العجلة، الاجزاء الداخلية اللي بتتحرك، الاجزاء دي بتحتك ببعضها، فما تحتك ببعضها بينتج عنها حرارة، وهي نفسها بتتهري من جوه وتتلف تبوظ، يبقى من اول اضرار الاحتكاك تلف الاجزاء الداخلية نتيجة الايه، نتيجة الاحتكاك ما بين اجزائها المتلامسه والمتحركه. بيتولد نتيجه قوه الاحتكاك حراره، تعمل هذه الحراره على ارتفاع درجه حراره الاله، وهذا يتطلب تصميم نظام لتبريد الاله. عشان كده الاحتكاك بيولد حراره، والحراره بترفع ايه؟ ترفع درجه حراره الاله عامه، فتلاقي الاله دي سخنه، العربيات تلاقيها سخنه، الموتوسيكل تلاقيه سخن، فلازم في وسيله لتبريد الايه؟ لتبريد الاله دي. الوسيله ديت وزي ما انت شايف اهو في صفحه 25 عندك اهو، شايف العربيه مولعه من كتر السخونيه بتاعتها. فايه بيعملوا ايه عشان يقللوا السخونيه ديت؟ بتلاقي في حاجه اسمها الرادياتير، بيبقى عباره عن ايه؟ الرادياتير دوت عباره عن حاجه بيحط فيها ميه، الميه ديت تبدا تلف حوالين الايه؟ حوالين الموتور، ثم الميه تبرد الموتور وترجع تاني للرادياتير دوت، وعليه الرادياتير ده بيبقى عليه مروحه عشان تبرد الايه؟ تبرد الميه. نلاقي الموتوسيكل من قدام كده من عند الموتور، بتلاقي ايه؟ في شرايح كده جنب الموتور، الموتور نفسه عليه شرايح كده زي الالومنيا كده من جميع الجهات. ليه الشرايح ديت؟ عشان الموتور ده بيسخن من الاحتكاك. لما وانت ماشي بالموتوسيكل بسرعه الهواء بيخبط في الشرايح ديت، يقوم يبرد الايه؟ يبرد الموتور. مكن الميه بتلاقي مثلا في تبريد ميه طالع منه. الميه اللي هو بيطلعها في جزء منها بيقوم داخل على الموتور في خرطوم صغير كده، يلف حوالين الموتور من جوه، يقوم يبرده ويطلع التبريد ده ينزل في قلب الايه؟ نازله في قلب البحر تاني. لو انت حطيت ايدك على التبريد الميه اللي نازله دي تلاقيها ايه؟ سخنه. ليه؟ عشان ده بيبرد الايه؟ الميه دي بتبرد الموتور عشان تقلل من اثر الاحتكاك الايه؟ السيء عليه. ارتفاع درجه حراره اجزاء الالات الميكانيكيه عن حد معين نتيجه لقوة الاحتكاك اللي بيؤدي الى تلف الايه؟ الى تلف الاله، وتآكل بعض اجزائها فتفقد قدرتها على التحمل، وهذا يهدر كثيرا من الايه؟ من الاموال. مثال بسيط جدا، الغسالة بتاع الهدوم العادية خالص بعد فترة بتلاقي بدأت تصر مية من عند المروحة، يقول لك هنجيب الراجل عشان يشحم لنا ويغير لنا مروحة ومش عارف ايه، مش مشكلة. فايه ايه اللي بيحصل؟ نتيجة دوران الاكس بتاع المروحة ده اهو، بصوا هنا نتيجة دوران الاكس بتاع المروحة ده اهو، مع الوقت الدوران جامد والفترة طويلة بيحصل تآكل في قلب الاكس ده اهو، يوم بدل مكان الاكس ده بايت في قلب مكانه ومحكم جامد وفي دوران كده اهو، كان قافل عليه جامد، تبدأ الايه؟ الاكس لما يتاكل يقوم ايه؟ يبقى في بوش في قلب المكان دهوت، ثم المايه تبدا تصر منين؟ من جنب الاكس، ونقول لك ده الايه؟ ده الغساله كده باظت وعاوزين نغير لها الايه؟ المروحه. يبقى نتيجه تاكل الاجزاء الميكانيكيه اللي بتدور بسبب الاحتكاك، بسبب الايه؟ الاحتكاك. لذلك هو يعمل المصممون والفنيون على تقليل قوى الاحتكاك بين الاجزاء المتحركه الى اقل قدر ممكن، وده بايه؟ وده هو بعدة وسائل واحنا هنشوفها. وعندك علل اهو، يعمل الفنيون على تقليل، ليه؟ عشان خاطر ايه؟ يقللوا من تأثير الايه؟ من تأثير الاحتكاك على الاجزاء المتحركة دي اهو. بعد كده بيقول لي طرق، عندك بقى فوائد الاحتكاك ده، احنا نسينا نكتب السؤال، اكتب ما هي فوائد الاحتكاك، وعندك كل ده. اضرار الاحتكاك ما هي اضرار الايه؟ اضرار الاحتكاك. لو جينا بعد كده بقى طرق تقليل الاحتكاك، اكتب برضو عليها ما هي، ازاي بيقللوا الاحتكاك ده هوت. اول حاجة هو استخدام الشحوم والزيوت، تلاقي اي موتوسيكل، اي مكنة، اي عربية لازما بتستخدم ايه؟ بتستخدم زيت، والزيت ده عشان يقلل من تأثير الايه؟ من تأثير الاحتكاك.
زي ما بقول لك، انت لما بتيجي تقص ايدك زيت وتيجي تمسك حاجه تلاقي حاجه بتتزفلط من ايدك، يبقى اذا الزيت بيقلل من الايه، من الاحتكاك، وكذلك الشحم بيقلل من الاحتكاك. كمان رولمان البلي اللي هي صورته موجوده عندك ده اهو. ايه موضوع رولمان البلي ده؟ لو انت رحت الراجل بتاع العجله يصلح لك العجله، هتلاقي العجله دي من جوه عند السره كده بتاعتها جنب السلوك، في قلبها ايه، في قلبها بلي، والبلي دهوت عشان يقلل من تاثير الاحتكاك. او بتلاقي في قلب المكن الكبير او في قلب الموتوسيكل الكبير بتلاقي فيه ايه، في رومان بلي، زي الرومان البلي اللي انا ماسكها في ايدي ده اهو، الجزء الداخلي ده اهو بيبقى ثابت، والجزء الخارجي الجزء الخارجي ده هو اللي بيبقى بيتحرك، او العكس، ممكن ده اللي بيبقى ثابت وده هو اللي بيبقى ايه بيتحرك. يوم في الوسط ما بين الاثنين دول، ما بين ديت وما بين دي، ما بين دي وما بين دي، في الوسط هنا في ايه، في بيلي، بيخلي اللي جوه يتحرك براحته واللي بره يتحرك ايه براحته، فبيبقى فيه سهوله في الحركه وبيقلل من الاحتكاك شويه. عكس لو كنا لو كان الاثنين دول ثابتين وبندخل اي حاجه نلفها، هتلاقي بتحتك جامد بقلبها من جوه، وده يؤدي الى تاكل الاجزاء مع بعضها. يبقى رومان البلي دهوت من ضمن الايه، من ضمن الحاجات اللي بتقلل من الايه، من الاحتكاك. طيب نيجي بقى بعد كده على بالنسبه لاستخدام الشحوم والايه والزيوت. بقول اهو اكتب جنب دهوت عل او لماذا، او لانها تكون طبقه رقيقه بين السطحين المتلامسين، تعمل على التقليل من تاثير قوه الاحتكاك ما بين الاجزاء المتحركه. الزيوت بتكون طبقه على الايه، على المعده اللي هي بتتحرك دي او بتلف ديت، وبالتالي تقلل من ايه، من الاحتكاك. بقول تستخرج، قولي تستخرج تقطير التجزيء، الزيت والشحم ده اهو طالع من البترول بواسطه عمليه اسمها، عم بياخدوا زيت البترول ويكرروه بعمليه اسمها عمليه تقطير التجزيئي، يطلع لنا الايه البترول، يطلع لنا الشحم والزيت. لا مش لا يصلح بدلا من الزيت. اكتب جنب ديت لماذا، عشان دي مهمه دي. لماذا لا يصلح استخدام الماء بدل من الزيت او الشحم في تقليل الاحتكاك؟ يعني ليه بدل ما يحطوا الزيت يحطوا، بدل ما هو ممكن يحطوا الزيت يقوم يحط لك ميه بدل الزيت للمكنه؟ هيقول لك السبب اهو، لانه لا يلتصق وينساب بعيدا عنها، يعني من الزيت بيتعلق هو والشحم بالاجزاء المعدنيه. عشان كده لو انت جبت تحت الشحم وحطيتها كده على ايدك تلاقيها ماسكه في ايدك وموجود، انما لو حطيت شويه ميه على ايدك هتلاقيهم كلهم ايه؟ كلهم وقعوا، ويا دوبك حاجه بسيطه هي اللي معلقه في ايدك. برضه نفس القصه بالنسبه للزيت، لو انت حطيت شويه ميه على ايدك هيقع، انما لو حطيت شويه زيت تلاقي الزيت بيقع بس في جزء منه بيتبقى على ايه؟ على ايدك. فالالتصاق مع الزيت والشحم بيبقى اعلى من الايه، من الميه، عشان كده بيستخدم في الايه، في تزييت الحاجات وتقليل الاحتكاك. استخدام رولمان البلي، ها وهو يتكون من مجموعه من الكريات. اكتب فوق رولمان البلي دوت ما هو، او مما يتكون، مما يتكون رولمان البلي، ها مجموعه من الكريات الصغيره ذات الاسطح المصقوله، اللي هو البلي الرفيع ده بنقول عليها كريات صغيره ذات اسطح مصقوله الناعمه، مما يؤدي الى اكتب جنبه لماذا، لماذا يستخدم رولمان البلي؟ يبقى الاجابه اهو، يؤدي الى تقليل قوى الاحتكاك فيما بينها لايه، لدرجه تكاد تكون منعدمة. ويوضع رولمان البلي بين اسطح الاجزاء المتحركة داخل الالات الميكانيكية. وعند علي لهوات استخدام الزيوت والشحوم، كل الكلام ده موجود فوق، عامل لي عليها اسئلة. نيجي بعد كده بقول لي بقى تطبيقات حياتية. التقليل من استهلاك وقود السيارة، نعمل اللي بقول عندما تحرك السيارة بسرعة كبيرة تزيد احتكاك الهواء. ايوه زي ما خدنا قبل كده اسمها مقاومة الهواء، ها بتغلب على مقاومات الهواء الكبيرة عند السرعات العالية للسيارة، يجب ان تزيد الشغل
يعني ايه الكلام ده؟ قول الحته دي تاني من اول. للتغلب على مقاومة الهواء الكبيرة عند السرعة العالية. ايوه. يجب ان تزيد الشغل الذي تنزله وحركة السيارة وبالتالي يعني عشان خاطر الـ احنا بنقول في مقاومة ما بين جسم السيارة وما بين الهواء، والمقاومة دي احنا بنحس بيها لو طلعنا ايد من شباك السيارة وهي ايه بتتحرك. طيب عشان مقاومة الهواء ديت لو مش في موتور شغال، مقاومة الهواء دي تتغلب على السيارة وفي النهاية السيارة توقف لو الموتور واقف. يعني انت لو طفيت محرك العربية في النهاية العربية هتوقف بسبب الاحتكاك مع الطريق وبسبب مقاومة الهواء. طب ازاي العربية ما بتنها ماشية ما بتقفش وبتتغلب على مقاومة الهواء؟ عن طريق ان السواق بيدوس بنزين، يقوم الموتور يشتغل بسرعة اكبر ويتنوا دايز البنزين، يقوم تن الموتور عمال يطلع قوة يبدأ يأثر على العربية خلاها تتحرك وتقاوم الايه، وتقاوم المقاومة بتاع الايه بتاع الهواء، وبالتالي بتستهلك ايه وقود وبنزين بعدم تجاوز السرعة المحددة، وذلك لتقليل قوة الاحتكاك المتولدة بين الهواء وايه وجسم السيارة، بين الهواء وجسم السيارة ما ايه ما يحاول ان هو يقلل من الايه من الاحتكاك علشان خاطر ايه يقلل مقاومة الهواء، يقلل من دوسه على البنزين. اهو بيقول لك اهو عدم تجاوز السرعة حدا معينا، يعني مثلا ماشي مثلا على سرعة 70 أو 80، كل ما زود جامد كل ما قوة الاحتكاك زادت جامد ومقاومة الهواء زادت جامد، وبالتالي يستهلك بنزين كتير وفي نفس الوقت ما بيمشيش بالسرعة المطلوبة اللي هي يعني تصمم السيارة الحديثة بحيث تزيد فيها الانسيابية. ايوه الانسيابية، وهذا يؤدي الى يعني بيقول لك العربية لو انت شفت في الصورة عندك صفحة 27 العربية بيبقى فيها شكل انسيابي، اهو شكل انسيابي يعني ما فيهاش حواف بارزة، كلها ايه اشكال بيضاوية هي عشان خاطر ايه ما تصطدمش بالهواء جامد تقلل من مقاومة الايه من مقاومة الهواء لجسم العربية، يوم بالتالي ايه العربية تبدأ تتحرك بسرعة اكبر، وده بنسمي الكلام ده شكل انسيابي، لان الشكل الانسيابي ده اهو بيقلل من المساحة المعرضة للايه للهواء، واحنا قلنا قبل كده ان المساحة الجسم اللي بيتعرض للهواء لما بتزيد بيزيد مقاومة الايه الهواء، لان من ضمن العوامل الهامة في تحديد نسبة الاحتكاك هو ايه هو مساحة الجسمين الايه اللي بيحتكوا ببعضهم، كل ما زادت المساحة ديت كل ما قوة الاحتكاك زاد والعكس صحيح، وبالتالي تقل قوة احتكاك جسم السيارة بالهواء يوم الايه. طبعا لما يبقى العربية شكلها انسيابي بالطريقة ديت يبقى الاحتكاك او مقاومة الهواء هتبقى قليلة، يبقى بالتالي العربية هتبقى اسرع، يبقى بالتالي ايه استهلاك الوقود هيبقى ايه اقل. وعشان يختبروا مدى انسيابية السيارة بيقول لك اهو بيستخدم مصمم ومختبر السيارات تيارة من الدخان وشعيرات من الصوف للتحقق من طريقة انسياب الهواء فوق السيارة. بيوقفوا العربية ديت في قلب حاجة زي الانبوبة كده بس على كبير ممر هواء، ويبداوا يطلقوا عليها هواء جامد، هواء مروحه شديد جدا، ويبداوا ايه يحطوا قدام المروحه في مجال الهواء في طريق الهواء، يبداوا يحطوا دخان زي اللي انت شايفه بتاع لونه عندك اخضر ده، ويحطوا معاه شعيرات من الصوف عشان ايه تبين شكل الهواء وهو بيصطدم بالعربيه، ويشوف انهي جزء في العربيه هو اللي عامل ايه، لو في حته مرفوعه سنه لفوق كده هتلاقي الهواء ايه بدل ما هو ماشي كده وماشي عدل هتلاقي الهواء راح جاي طالع لفوق وعامل دوامات، فهم عرفوا ان الجزء ده ما فيهوش الايه ما فيهوش الانسيابيه كده اللي مخليه اللي هتمنع اللي هتسهل من حركه الايه من حركه الهواء فوق منها. نمره 2 الاطارات المطاطيه او كاوتش السياره. ها طيب عند تصميم السيارة الحديثة بحيث يزداد فيها الانسيابية دي اكتب لماذا؟ ليه بقى السبب اهوت؟ لان ده بيؤدي لتقليل المساحة وبالتالي بيؤدي لزيادة سرعة السيارة وتقليل ايه مقاومة الهواء. الاطارات المطاطية وجود الماء على الطريق بيقلل قوة الاحتكاك ما بين اطارات السيارة والطريق، يعني بيزحلق الايه بيزحلق العربية مع الطريق. طب ايه اللي يحصل بقى لذا تقل قدرة السائق السيارة على الطريق المبلل
في الأيام الممطرة جنب لذا تقل ديت اكتب لماذا، يعني معناها ليه بتقل قدرة السائق على انه يتحكم في العربية على الطريق المبللة؟ السبب هو وجود الماء على الطريق، لانه بيقلل من قوة الاحتكاك، بيقلل لنا من قوة الايه؟ الاحتكاك. ها، لذلك عندما تسير السيارة ببطء فوق طريق مبلل تستطيع قائد السيارة التحكم في قيادتها، لأن إطار السيارة أهو السبب هو بقى تضغط على الماء أسفله وتطرده للخارج، زي ما أنت شايف الشوك اللي بتبقى موجودة في قلب أو الفحر اللي بيبقى موجود على الكاوتش دهوت، بيبقى مصمم إن هو المية تتجمع في قلب الشوك دي وتطرد لإيه؟ وتطرد لبره، عشان يقلل من كمية المية اللي موجودة تحت الإطار بتاع العربية، عشان السواق يعرف إيه؟ يتحكم في الإيه؟ في العربية. أو عندما تسير السيارة ببطء فوق الطريق المبللة، عشان كده لازم يمشي بالراحه، انما لو مشى بسرعه بايه بالزحله، انما يمشي واحده واحده يوم يلحق ان الميه اللي موجوده تحت الاطار تبدا تطلع لبره. اكتب بقى جنب ده اهي برضو، علل يسير تسير السياره ببطء فوق الطريق المبلله ليه؟ ايه السبب؟ اهو تكتب ان هو بقى حتى يستطيع قائد السياره التحكم في قيادتها، لان الاطارات بتضغط على الماء اسفل وبتطرده للايه؟ للخارج. وبرضه فيه هو نفس السؤال بس بصيغه ثانيه اللي هو باللون الاصفر ده. ها، اما اذا كانت السياره تسير بسرعه كبيره على نفس الطريقه، ايوه بالماء انقل لكي تضغط اطار السياره على الماء اسفلها وراحتها وطردها للخارج، لذلك يبقى الماء بين الاطارات والطريق فيقل الاحتكاك ويصعب. هو نفس اللي احنا قلناه، ان الايه؟ ان الشوك دي بتطلع الميه بره، فبالتالي بتقلل من ايه؟ بتزود قوه الاحتكاك ما بين الاطار وما بين الطريق، يبقى يقدر السواق يتحكم اكتر. ها، تعمل اكتب جنب تآكل النقوش ديت، اكتب لماذا او عل تتآكل النقوش اللي موجوده على الاطار. السبب بسبب قوة الاحتكاك الموجودة مع الايه؟ ما بين اطار السيارة وما بين الطريق، فبتخليها ملساء. يوم اللي يحصل يقل الاحتكاك لذلك، وفي الحالة دي يجب ايه؟ يجب استبدالها، او يجب استبدال الاطارات المطاطية للسيارة كل ايه؟ كل فترة. السبب ايه؟ عشان بتصبح ملساء، وطبعا هتقلل من الاحتكاك، يبقى بالتالي مش عارف يتحكم في الايه؟ في السيارة. وده كان درسنا النهاردة للاحتكاك، واتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا الفيديوهات التعليميه، خاصه في مجال الرياضيات اللي بيشترك كله منه الناس، لان الاولاد ما بتفهمش يعني بطريقه مبسطه وسهله كده من اول مره، عايزين مره واثنين وثلاثه. فده تقدر تعمله بالاشتراك في القناه وتتابع فيديوهاتنا في الرياضيات. كمان بالنسبه لماده العربي الاناشيد، الاناشيد بتحتاج تكرار في الترديد كتير يعني عشان عالي يقدر يحفظ. فبرضو باشتراك في القناة توصلك كل الفيديوهات بتاع الاناشيد عشان تقدر تحفظ ابنك وتهتم بيه. قناة الموسوعة هتلاقي فيها حاجات خاصة بالميكانيكا، هتلاقي حاجات فيها خاصة بالكهرباء، هتلاقي فيها حاجات خاصة بالزراعة، هتلاقي فيها حاجات خاصة بالمطبخ لست بيت، وأفكار جديدة وابتكارات. فباشتراكك معانا هتلاقي نفسك يعني متظبط من كل يوم، فما تحرمناش من ان انت تشترك عشان نقدر نستمر. اشتراكك بيدعمنا طبعا، واتمنى ان كل واحد يقول رأيه في القناة ويعبر عن رأيه بكل صراحة في الفيديوهات بغض النظر عن طبيعة الفيديو. في فيديوهات بتتكلم عن مواضيع معينة، ان مثلا عاملين فيديو عن النبيت، ففي ناس ما بتحبش النبيت، او في ناس يعني يقول لك النبيت حرام، ده خمر اكتر من 3 ايام يبقى حرام وبيسكر وبتاع. انما هو النبيت احنا بنعمله بقالنا 20 سنة لا سكرنا ولا حصل لنا حاجة. ف يعني في حرية شخصية، انت عبر عن رأيك وانا ليا الحريه في الراي بتاعي وفيما اعتقد. وطبعا الاختلاف ده سنه الحياه، لولا الاختلاف
كانتش الدنيا استمرت ولا الدنيا مش لو ربنا عاوز يخلق الناس دول كلهم شبه بعضهم كان خلقهم شبه بعضهم. انما الاختلاف ده حكمة من ربنا ورحمة برضو من ربنا عشان الكون يستمر. فبغض النظر عن اعتقادك او عن رأيك عبر عن رأيك واكتب الكلام ده في التعليق وانا هرد عليه، وانا برد بسرعة التعليقات يعني ما بنستناش كتير. فياريت تدعمونا بالاشتراك وتعملنا لايك وتعملنا شير، ونتمنى ان احنا نكون قناة دمها خفيف على قلبكم وما بنزهقكوش يعني. يلا سلام.